28 جاروسلاف بابا من تشيك مركز ثالث. إذا كتحسم الأمور على مستوى هذه المنافسات. طبعا نواصل معك جفال أكيد كيف قلتي وعطيتنا من بلغاريا. إذا مارينا أرزاما صوفا من بلغاريا البطلة اللي عندها دقيقة 58 ثانية 15 جزء من المئة. سيفان حسن من هولندا دقيقة 60 لأجي ويلسون من الولايات المتحدة الأمريكية الرقم القياسي ديال الملتقى في حوزة إيكاتيرينا بواستوغوفا دقيقة 59 ثانية 80 جزء من المئة. انطلاقة إذن جيدة انطلاقة موفقة بالنسبة لهذه البطلات. الأنظار تتجه لبلغاريا مارينا البولندية أنجيليكا المغربية البحراوي من الهولندية سيفان حسن البولندية جونا والمنسوش كذلك الأسترالية كاجان سلمى بتواجد روسيا ممثلة في كيبينا والفرنسية لاموت والأوكرانية ناتاليا ثم هناك أوكرانية أخرى اسمها أولغا لياخوفا ثم الروسية إيكاتيرينا. إذن كينطلق هذا السباق كذلك نتمنى أنه يكون مشوق على مستوى الأمتار الأخيرة على مستوى اللحظات الأخيرة اللي أكيد غتكون لحظات مشوقة. كنتابعوا أكيد في مجموعة من المسابقات الآن الدورة الأخيرة دورة من أجل حسم الأمور في هذا السباق ديال 800 متر السيدات. تابعوا الآن الصراع أكيد بالنسبة للبطلات كيجتمعوا في كوكب الآن. بدأت الأمور كتضح خروج أرنبة السباق وكنتابعوا كيبينا على مستوى الصدارة وكذلك لاموت الآن كتخرج أكيد التواجد كيف كنقولوا الأرنبة ديال السباق كيحاولوا ما أمكن أنهم يرفعوا من الإيقاع يعطوا التوقيت يخليوا أنه التوقيت يكون توقيت جيد بالنسبة لهذا السباق. إذن آخر لحظات الأكيد كرستوا يعني بعض لحظات غرستوا الأمتار الأخيرة وكيف سيكون السيناريو. مركز أول يحسن بشكل كبير كذلك مركز ثاني وثالث وغنتعرفوا على النتائج الكاملة بعد لحظات. إذن سباق ديال 800 متر سيدات 800 متر كان المركز أول ثم المركز الثاني والثالث غنتعرفوا على النتائج. إذن الفرنسية إيريني لاموت تتمكن من الفوز بالمركز الأول. إذن الصدارة للاموت من فرنسا واللي عندها توقيت جيد هو الدقيقة 59 ثانية 39 جزء من المئة هاد السنة يعني تمكنت من تحقيق هذا التوقيت ورهنات على الدخول في المركز الأول. إذا لاموت مركز أول دقيقة 59 ثانية 99 جزء من المئة. مركز ثاني كنظن جوانا جوزفيتش كنظن هي اللي دخلت في المركز الثاني. غنتعرف واش بالفعل جوانا البولندية أنا كنلاحظ البولندية اللي دخلت في المركز الثاني والبولندية اللي عندها توقيت جيد دقيقة 59 ثانية بالفعل إذا كتدخل في المركز الثاني بتوقيت ديال جوج ديال دقائق 33 ثانية. نذكر بأنه عندها البولندية دقيقة 59 ثانية 63. ملكة العقاوي في المركز الخامس مركز ثالث لسيفان حسن. إذن وسارة السوحي في المركز الأخير بطلة المغربية الأخرى. إذن سيفان حسن من هولندا مارينا أرزما في المركز الرابع.